كنا بنتكلم عن عوامل النمو اللي عاملة ثورة في مجال الجلدية والتجميل والشعر. الأول عوامل النمو دي يا جماعة كان في 2 علماء اخترعوهم في الخمسينات وخدوا عليهم جائزة نوبل في 1986. دي كانت بصفة عامة زي بروتينات بينتجها الجسم علشان خاطر بتحافظ على تجديد الخلايا، ولو مثلا رد الفعل الطبيعي للجسم تجاه اي مثلا مرض، تجاه اي تعرض لاي ستريس، دي بتبقى عوامل بناء داخليه بين الخلايا. مع الوقت دي بتنتج في الجسم بصفه مستمره. مع الوقت بتبتدي الانتاج ده في الجسم بيقل. احنا لسه مؤخرا في مجال الجلديه والتجميل ابتدوا ياخدوا الموضوع ده وخدوا ان هو بيزود الكولاجين وبيعمل افراز للكولاجين بصوره اسرع وبصوره احسن، حتى اسرع من البلازما. البلازما بتاخد وقت شويه. فابتدينا نستخدمه، جايب نتائج حلوه جدا في التفتيح، في تجديد البشره بصفه، يعني مثلا لو حد عنده خطوط رفيعه ما بيحبش يحقن الفيلر والبوتوكس وكده، دي بتجدد الخلايا، فانت بتشتغلي على وشك من جوه، بتخليه هو يفرز الكولاجين بتاعه ويبتدي ان هو ينتجه بصوره احسن ويعوض النقص اللي بيحصل مع تقدم العمر. في صوره عايزه اوريها لكم. الصوره دي كانت لراجل على فكره، وده مؤشر كويس على ان مش بس الستات اللي بتهتم بدرجه البشره ولا بتهتم باللون. الموضوع بيبقى نفسي، انا حابه اشوف نفسي ازاي. الموضوع ساعات بيبقى حد عنده مشكله على فكره، بس هو متصالح جدا مع نفسه والموضوع مش مضايقه، وبالتالي ما بيبقاش مسبب له مشكله. وفي حد حاجه صغيره خالص بتبقى مسببه له مشكله نفسيه. فهو الموضوع انا شايفه نفسي ازاي، انا راضيه عن نفسي بصوره عامله ازاي. ده كان بسبب التعرض للشمس. احنا عملنا هنا حاجه اسمها نانو وايت او العوامل النمو بتاع التفتيح. زي ما احنا شايفين اول صوره كانت درجه الغمقان قويه، وبعدين الجلسه الثانيه افتحت شويه، والجلسه الثالثه افتحت بنسبه اكبر. احنا كنا المفروض مثلا نكمل زي ما بقول لكم على موضوع العامل النفسي دي، هنكمل كمان جلسات. هو قال لا انا كده تمام وانا كده مبسوط قوي، وانا ما كنتش مصدق انها هتروح. فالعامل النفسي على فكره محفز قوي جدا 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 لعلاج البشره والشعر. يعني بنلاقي الناس اللي بتبقى متوتره من تساقط الشعر بتلاقي التساقط معاها بيزيد. زي ما في امراض مناعيه كتير جدا جدا، في امراض مناعيه كتير جدا بتبقى متاثره بالحاله النفسيه، واكيد هنتكلم عليها مره. برضو في صوره تانية انا عايزه اوريها لكم. دي كانت البنوته صغيره، كانت منطقه الرقبه مضايقاها، واحنا عملنا لها تقشير وعملت جلسه واحده، والحمد لله النتيجه كانت كويسه جدا. فبرضو تاني ما تخافوش من التقشير، المهم تختاروا انتوا التقشير المناسب ليكوا والمناسب للحاله. تمام. بالنسبه بقى لموضوع عوامل النمو، زي ما قلت لكم هو في منها للشعر كمان، في منها تفتيح، في منها تنشيط بس الخلايا، في منها نضاره. والنضاره متهيألي احنا سمع يعني بقى لنا فتره كده بنسمع عن حقن النضاره ونضاره البشره واعمل ايه عشان البشره يبقى شكلها منور وشكلها صحي. نرجع تاني للنصايح، الحاجات اللي في ايديكي ان احنا تعمليها بكل سهوله. اشربي ميه، كلي اكل متوازن، كلي اكل خضار، فيتامينات نعوضها لو انا عندي مشكله في الفيتامينات، اروح اعمل تحليل دم اشوف نسبه الفيتامينات والمعادن عندي اخبارها ايه، اشوف نسبه الهيموجلوبين او الحديد في الدم اخبارها ايه، لان ساعات الحلول بتبقى سهله جدا بس احنا عشان مش عارفين ايه السبب مش عارفين نحل. تمام. وزي ما قلنا شرب الميه مهم جدا للبشره والشعر. وبعد كده هبتدي بقى ايه اشوف ايه المناسب كمان. لا انا عايزه مثلا عندي مناسبه، انا عندي حاجه مستعجله مش هقدر استنى ان انا اخد وقت في العلاج، فببتدي ادور على المناسب زي ما احنا قلنا، وبيساعدنا الدكتور بتاعي في ان هو يختار معايا المناسب بناء على طبيعه بشرتي. تاني حاجه في موضوع عوامل النمو ده ان هي بتبقى نتيجتها بتبان سريعه، يعني مثلا من بعد 2 3 يوم من الحقن او من الديرما بين او من الجولد ستامب او الحاجات اللي احنا لسه كنا شارحينها بتبتدي تبان النتيجه، بتبتدي تبان درجه
التفتيح بتبتدي تبان، لو انا عامله نضاره بيبتدي يبان النضاره. وخلينا نقول ان النضاره مهمه جدا لان بتبقى انعكاس للحاله الصحيه وانعكاس للحاله النفسيه وانعكاس لطبقات الجلد اخبارها ايه وانتاج الكولاجين اخباره ايه. وزي ما احنا قلنا العامل النفسي بيبقى مهم جدا، وازاي انا شايف نفسي كويس.